أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الاستعادة بالمخلوق الحي الحاضر العاجز؟ هل هو شرك؟ الاستعادة معناها الالتجاء من شيء مكروه، من شيء مكروه. والاستعادة عبادة من أنواع العبادة، لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. أما أنك تلتجي إلى واحد من الناس عنده مقدرة يساعدك، هذا يسمى التجاء ولا يسمى استعاذة، يسمى التجاء. تلتجي إلى من يحميك من عدوك لا بأس، إذا كان عنده قدرة وهو حي وقادر على أنه يساعدك فلا مانع من الالتجاء إليه. وأما الاستعاذة بهذا اللفظ فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى.